هسه بنات وصلنا انا وياكم لنهاية الفيديو، او هاي هي الدشداشة شوفوها اللي شرحت عليها، اقرب لكم اياها. هاي الكسرات، شوف الكسرات عدي شلون حلوة صارت مرتبة. وهاي القصة مالت الصدر، وهذا الحزام اللي سويته قلت لكم عبارة عن اربع اصابع، قصيت منها سويت كذا ثلاث اصابع بقيت، والباقي عرضته يعني اضعف مناية واعرض مناية. هذا الدشداشة ان شاء الله عجبتكم، وطريقة الفصال وطريقة الخياط ان شاء الله هم عجبكم. طبعا الدشداشة ذيك اللي قبلها اللي خيطتها واللي كان عليها طلبيات انا عرضتها بداية الفيديو، بداية الفصال، بداية طريقة الفصال العفو. وهذه الطريقة، هذا الدشداشة الثانية اللي شرحت عليهم. هذا العرض مالت البنسات قد اصبع اني اخذت، شوفي قد اصبع. ها هذيك الدشداشة كنت مسويتها على قد نص اصبع نص اصبع، ذكرت انا بداية الفيديو على نص اصبع انه ناخذ البنسات، بس انا سويتها على قد اصبع لان حبيتها للسرعة، يعني كان وقت متأخر وليل، فما ردت يعني افوت لكم الفيديو، ما افوت عليكم هاي الفرصة، كملتها على اصبع اصبع للاسرع وعلى مود بسرعة تخلص عندي البنسات. زين بالنسبة للبنات اللي طلبوا من عندي بقية الفيديوهات مال زي هندي والهاي، انا ان شاء الله اي فيديو اي فصال يجيني راح اصور لكم اياه فيديو، وحتى اوضحكم الفكرة، وما انزل دشداشة بدون ما اني اصور لكم اياها. بس الفصالات المتكررة انا طبعا انا ما اعيدها كل ساعة فيديو، ابقيها على فيديو واحد فقط. طريقة ربط الكتف والردن انا هذه ناشرتها، هواي بنات يسألوني يقولوا لي ليش ما تنشرين طريقة التفصيل، انا حبيباتي انا اسويها اجزاء، يعني طريقة الفصال واحد او طريقة الخياطة بفيديو ثاني هيك اسويها اجزاء. زين فتبحثون باليوتيوب تلقون الطريقة، وطريقة فصال ربط الكتف هم انا ناشرته، فما احتاج اني كل ساعة يعني كل ما اصور فيديو انا اقعد هم اصور لكم طريقة الربط مالت الكتف، لا انا اصور لكم طريقة المديرة وطريقة القصة وطريقة الخياط مالتي. ها تبقى ربط الكتف والردين والكفة هاي بعد انا كلها شرحتها بالفيديوهات، فما يحتاج اني كل ساعة اعيدها. ان شاء الله ومتابعتكم، ولا تنسونا بالدعاء وياكم، وشكرا لكم، مع السلامة.